اشتهرت دائرة جاوس وما يجاورها من بلديات بفاكهة المشمش ذي الجودة العالية والنوعية الرفيعة. ككل سنة ومع حلول فصل الصيف، يبدأ فلاح المنطقة بالتحضيرات لجني ثمار المشمش. في المنتوج السنه كاينه اون غروس برودكسيون بالنسبه لي زاني باسي. سي تاني سي اون بون برودكسيون، اون برودكسيون مليحه، اون برودكسيون مليحه. حنايا راه مساعدنا الحال باللي ان شاء الله راح نكوفريو لي شارج تاعنا، ان شاء الله نكوفريو لي شارج تاعنا، وان شاء الله نبقاو نقدروا نخدموا الفلاحه تاعنا. بيان سور كون يعود لو بري ترو فابل، كون لوزين هذا يديمار با لو بري يعود ترو تيري فير لو با، ما نقدروش نكوفريو لي شارج تاع لاني بروشين. كاين بزاف اللي راهم بطلوا الفلاحه، بطلوا الفلاحه، يظل يحفر مسكين بصح ما كانش، ولازم يولي يحوس على خدمه في الشونتي، يولي يحوس يخلي الفلاحه. دونك الفلاحه هذه تحوس على باش تشجيع شويه، فونكوراجي الفلاحين والحمد لله. دونك الاسعار تكون معقوله، لكان السوجي ديالها وقفت، لكان السوجي ديالها وقفت. علاش؟ لاخاطر لو بري دي ريفيرونس، لو بري دي ريفيرونس اتيدي مدروس، مدروس هي ديرو السوجي ديالها. السوجي ديالها تخمم على الفلاح، تخمم على لا 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 تخمم على برودكسيون تاعها. وحنا رانا نحضروا الان، الفلاحين راهم يوجدوا في الامبالاج تاعهم، يوجدوا في الشاحنه تاعهم، يوجدوا باش يسوقوا المنتوج تاعهم، ما يبقاوش ينتظروا حتى فلوزين برك. راه كاين يتحول، يروح للاستهلاك. الاستهلاك راه يعني نوعيه جيده فيها، المشفاش تاعنا راهي احسن نوعيه، ولكن للاسف الماء راه ما كانش. حنا واش يخصنا؟ يخصنا في الجوايه هذو يخصنا الماء، في هاد الدوائر هذو الثلاثه هذو يعني رانا مخصين الماء. وبالنسبه للولايه كامله حنا راه ما عندناش الماء، الماء راه يخصنا. انا فلاح من منطقه نقاوس، رانا عندنا مشكل بين اللوزين، وفي اللوزين راهو مقفول، حنا لا تقفلنا لوزين رانا روحنا، المنتوج تاعنا راهو ما عندوش حتى وين يتحرك، راهو كامل غادي يروح الحشم يسمع الله بوبال ولا حاجه يطيش، ما عندناش اش غادي نديرو. حنا لوزين لازم يديماري زون، ديماري وحنا يهز لوزين في الفاتوره تاع المشماش تاعو تيطلع لنا البريك نبيعو، ما يهزش لوزين رانا قاعدين. حنا هذو التجار اللي يجيو منا تيوم نتيه، راه ولا كان لوزين يدي كان لوزين كان يدي فيه ب 4000 وما يسومونا ب 2000 فرنك، ما عندناش حتى حاجه. راهو لوزين لوزين، حنا الحل تاعنا مربوط بالوزين، الفلاحين مربوط بالوزين. هذا كيطيب هي 100 25 يوم والله غير يطيح في الارض. تكسر. ايه تكسر. هاو هذا ثاني منه، هاك شوف والله يبان. ها يعني باش نكذبوا عليه، نكذبوا ولا نديروا. لا لا هاك. احنا ماذا بينا؟ ها العرس تاعنا يبقى واقف برك. شوف ها العرف واحد من هنا. هذه هي هاك شوف ها. هاك شوف. هذا بوليده هذا. هاي معليش ما. بوليده هذا. رغم وفرة المنتوج الموجه للمستهلك وحدة مصبرة قوس، غير أن الفلاح يعيش هالة هلع خوفا من فساد المنتوج، خاصة أن مؤسسة مصبرة قوس مغلقة ناهيك عن مشاكل أخرى. لم يبقى للفلاح إلا أن يطلب من السلطات المعنية بتقديم الدعم وحل كل المشاكل التي تقع عائقا بينه وبين منتوجه.